الدكة هو دوكر اللي هو يعني يكون فيه صندوق خلفي مع دراجة. الله أكبر. يعني أخيراً وصلناك من عمان. مرحبا بكم. بعد مشوار طويل. عمان وبناس عمان. إيش لون ال؟ ليمونية. جهزوا لي حالكم يا جماعة، اليوم من مراكش، من المنطقة القديمة اللي هي درب الحمام، وبالأخص بالمكان أنا مقيم فيه. راح أخذكم معي مشوار بالبلد القديمة. أنا تيمور موج، شيف مال المغرب. على فكرة مراكش كثير مهمة بالتمر، لأنه برضو بيعتبروها مدينة النخل. وسع قبل ما نندعس، يعني ما توقعت هالقد في محلات ودكاكين صغيرة، يعني مستحيل أغطيها كلها، مستحيل. يعني كل محل بصوره بطلع واحد أحلى وراء. كيف حالك؟ عندك شنطة قديمة صغيرة؟ هذا كم سعره؟ 200 20 دولار كثير. لا 200 دولار. 20 دولار. 200 درهم. 200 درهم. طيب اروح وارجع لك. على 150. اروح ارجع لك. 150. اروح ارجع لك. ما في مشكلة، ما في مشكلة. 150 ما في مشكلة، 150. اروح ارجع لك. ارجع لك على 100. ينفع؟ 100. يلا. بس هي عشان قدام ستات. انا استفر منك 120. 100. بدك 100 اعطيك 100. بسم الله بسم الله. اعطيني 10 دولار. بلش معي 200 درهم. ما في مشكلة. لازم تكونوا شاطرين انتوا، تاخذوا وتعطوا معاه وتفصلوا يا زلمة. حلال. بيع وشراء. حلال. حلال حلال. بيع وشراء. هلا حبيبي. هلا هلا. خلص. خدم منك. هلا هيك بلشنا نشوف محلات أكثر ومحلات متنوعة أكثر. الحلو موضوع الشارع اللي أنا مارك فيه هلا ذكرني بمدينة الخليل. مدينة الخليل هيك خلينا نحكي الأبواب تبعون الأسواق تبعتها، وبرضه بتودي للساحة الكبيرة اللي هو السوق الشعبي. أحلى شيء مراكش يا جماعة، إذا بدكم تيجوا على مراكش شهر 8 و9 أحلى موسم تزوروا فيها هاي البلد الجميلة. هلا دخلنا من شارع، رحنا على شارع تاني، وبلشت الشوارع شوي تكبر وبلشت المحلات نفسها تكبر. فبدنا نشوف هلا احنا وين الحديقة السرية. هلا وصلنا على الحديقة السرية. من اهم المعالم السياحية بمراكش وهاي المنطقة لازم تيجوها ولازم تزوروها، اللي هي الحديقة السرية. والحديقة السرية فيها قسمين. أول قسم اللي أنا موجود فيه بسموه الحديقة العجائبية، لأنه فيها أشجار من جميع أنحاء العالم. أنا أشجار أول مرة بشوفها بصراحة. والقسم الثاني راح نروح عليه اللي هو الحديقة الإسلامية. بس من أهم أسرار الحديقة السرية الصوت. ما بتسمعوا ولا إشي، مع أني أنا بنص البلد القديم. سامعين؟ هلا بعد ما طلعت من الحديقة العجائبية دخلت على الحديقة الإسلامية، وهم مركزين على الحديقة الإسلامية وحتى زرعين فيها شجر موجود بالقرآن الكريم اللي هو شجر النخيل والزيتون والرمان والعنب والتين. هلا الحلو بالحديقة الإسلامية إنه مستوحاة من كلمة موجودة عند أهل المغرب اسمها الرياض. الرياض زي ما أنتم شايفين هو عبارة عن منزل كبير وفيه أشجار عدة. بس الرياض إحنا موجودين فيه هلا هو الرياض كان يملكه شخص، الحاجب الملكي أو اللي كان الحارس الشخصي للملك، كان متجوز تنتين. أول بيت وراي اللي هو لزوجة الأولى حبيقة، والبيت الثاني اللي هو قدامي عود الورد. شوف من الشغلات اللي أنا حبيتها مراكش بسموه الدكة، هو دوكر اللي هو يعني يكون في صندوق خلفي مع دراجة. وقفت الشارع سألته، قلت له بصير لو سمحت أطلع أخذ دفة؟ قال لي بتعرف سوق؟ قلت له ما عليك توكل على الله. قبل بالآخر، فهلا رح أخذكم معي لفة، لأنه صعب كثير بالسواقة جوا بشوارع المدينة القديمة.
تعالوا نطلع نطشطش. ايش يا جاهز؟ جاهز. يلا يلا اطلع ورا انت. بسم الله انا بشغل خلاص روح. ليه؟ هاي تاني. اوكي اوكي اوكي. اصعب السواقه يا زلمه. ما يسار ولا يمين؟ اوكي يسار. هيك؟ متأكد مش عكس السارع؟ اي دوار يا زلمه. اروح يسار هيك؟ يمين؟ من هون؟ يمين؟ من هون ولا يا جماعة الله قاعدته حلوة ومريحة. وهم عادة بيستعملوه لينقلوا أغراض شناتي حسب صنعه هو اللي عم بيعتمدها. هلا لف دوار ارجع. ولا في حد فاضي. هذا تحط رجلك هيك. بعدين في قاعدة هون حلوة إذا بتحبوا تجيبوها. هو سايق زاك برفع رجله بقعد هيك خلص. ولا أحلى من هيك ولا أحلى من هيك. يا سلام. صحة وراحة. شكرا. مرحبا. بعد الفاصل كل الحلقة راح تطلع بالشمال. حالي عم بعمل مفتول. هلا قربنا نوصل على المطعم نشوف شو محضرين لنا طبخات اليوم. واحلى شيء تشوف حدا لابس لبس مغربي. السلام. مرحبا. كيف حالك؟ شكلك جميل. مرحبا. لبس جميل. مرحبا. كيف حالك؟ والله الحمد لله. تمام؟ تمام الحمد لله. اسم؟ اسم خالد. حبيبي يا خالد. مرحبا. يسعدك. يلا مطعم كيوزين. بصراحة أنا لما بدخل على المطعم وبعرف إنه في شيف ست عم تطبخ أنا من قبل ما أصور بكون مرتاح، لأنه دائما تكتكين الستات. يعني أول ما دخلت على مطعم الوصفة محضريت لي إياها كاملة من الألف للياء بكل محل محطوط صحيح وبالخطوات وبكل إشي. اليوم نعمل إحنا طبخة على طريقة الشيف كنزة اللي هي يا شيف الخروف مطبوخ بالليمون، كله ليمون ما في مي الليمون. يعني ما كينش الماء مطبوخ كله بعصير ليمون. عصير ليمون عصير برتقال. عصير برتقال. يعني انتم عندكم برتقال. انتم عندكم ليمون. احنا عندنا الليمون بالدرجه المغربيه عشان بطل عشان ما التخمش. عصير ليمون. انت شو تسميه في بلادنا؟ سميته الليمون. الليمون. طيب ايش لون ال ليمونيه؟ كل الحلقة راح تطلع بالشقلوب. يلا ماشي نبلش في طبخة الخروف مع عصير الليمون. هاد لحم الخروف. حلو. المفروض هاد طبق لازم يكون مرقد 24 ساعة قبل. حلو حلو. يعني لازم احنا خلينا نقول نريح اللحمة نحضره اليوم وهو على اساس بكرة. صحيح. نضيف عصير الليمون البرتقالي. عصير الليمون. عصير الليمون البرتقالي نضيفه. ايوه حلو. بنحط 24 ساعة في عصير الليمون. نحط اوكي ورق الغار. ورق الغار هاد عشان يطرق. احنا متفقين عليها ورق غار. بعد هاد الفلفل الاسود زي ما هو ما بتطحنيه زي ما هو. لا أوكي. حبوب. هاد قرنفل. حلو. كبش قرنفل نفس الاسم لهلا. هذا الزنجبيل الاخضر. بلاش من الزنجبيل بنخلط. طيب انا ساعدك شوي قشر بدل ما نقعد ساعة. حطها هيك خلاص. نضغط عليها. بعدين تشيلو يبات. طيب ماشي. تفضل يا أستاذ. هذا على الثلاجة. شكرا.
هذا عنا الجاهز اللي هذا الجاهز بعد 24 ساعة هيك بيكون منظره. يعني حتى اللحم ماخذ لون الليمون ماخذ لون الليمون وشارب كل النكهات اللي حطيناها. أيوة ممتاز. أيها على الكاميرا وهذا زيت المائدة، بنقول زيت المائدة، زيت المائدة اللي هو زيت القلي أو نوار الشمس. دوار الشمس. دوار الشمس. طيب منبلش بزيت عباد الشمس. أيوة 100%. بعدين شوية زيت زيتون. معين زيت عشان طبعا يتحمل الزيت على النار وما ينحرق معنا. مزبوط حكينا ولا لا؟ لا مزبوط شيف. والله شيف بجد. لا أنا أنت شيف اليوم. نحط البصل. بصل مفروم. بصل مفروم. فضل شيف. أنا بدك سلام عليك. سلام. البصل عم بتدبل على النار. حط اللحمة كلها. اللحم. بالليمون. لا. الليمون. عشان إيش ما نعبيش الدنيا. أوكي. تمام شيف. بعدين. خلطه كله. حاضر. يلا. ملح. زنجبيل. زنجبيل مش أخضر. فلفل أسود كمان. تمام. خرقوم. كركم. نخلطه مع بعض. نسيبه. ونتركهم. يطبخ. قديش؟ ساعة. لا ساعة. ايش الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها البصل اللي كان خرجه مع اللحم اللي بالبرتقال اللي بالليمون. انا حاس البصل اللي عم تحكي عنه الحلو انت بدك تزيني فيه؟ زينة؟ اوكي هذا انا زين فيه. لا مش زينة هو بيخرج مع اللحم. يعني اللي بيحب البصل المعسل يعني الكراميليزي. ايوه كراميليزي يعني المكرمل. ايوه مكرمل. ايوه مكرمل. أنا معلش يا انت تمشي تحكي مغربي انا احكي اردني. احنا اللهجه عندنا ثقيله فبدك تتحملي. المهم بس نكرمله. طيب هلا ابلش البصل. بصل هون. طيب ماشي. هاي بلاش نحط كارميليزيه. ايوه للبصل عشان ايش انا وياك نكون نص بنص. شويه زيت زيتون. زيت زيتون. اوكي. شويه زيت. زيت الطاو اللي قلتي شو اسمه؟ عباد الشمس. عباد لا انت المغربي. نوار الشمس. زيت نوار الشمس. اوكي. نعمل نفس الاشي. خرقوم. شويه خرقوم. فلفل اكحل. فلفل اكحل. اكحل. فلفل اكحل من كحلة العين هو فلفل اسود. فلفل اكحل وخرقوم. سكنجبير. سكنجبيل اللي هو زنجبيل مش الأخضر المنشف. أيوة سكنجبيل. هذا قرفة. قرفة الحمد لله. أيوة الحمد لله ما عندها لون. أيوة شوية مي. شوي تفضل. حلو هل نطبخهم على البارد ولا نحطهم على لا كيف نطبخهم؟ ما عم بسأل قاعد أنا حامل لك الطنجرة وماشي وراك أنا. ماشي يا شيف. بنحطه مع النار. هذا الكسكسو يعني كسكسو مغربي معروف طبعا ديال المغرب. انا جاي المغرب عشان الطبخه هاي. معروف ديال يعني المغرب. نجرب من طبخه الطريقه باش كيتفور الكسكسو في المغرب. بنطبخ عن طريق البخار. ملح شويه ملح مويه. يلا شيف تيمور شغل ايديك. افرك ما بين ايديك. اوكي حاسس حالي عم بعمل مفتول. ايوه مفتول. ايوه بعدين بنحطه على طنجرة البخار. لكن نفس العملية ثلاث مرات. اوكي البصل مي. يا شيف بينحرق البصل يا شيف. البصل ينحرق ما بدنا ينحرق فبنحط عليه شوية مي. خمس معالق سكر. خمس معالق سكر والضغط والسكري. كمان بدك تحطي تمر. ايش تمر اسمه؟ تمر ايش التمر؟ عنب. عنب جاف. جاف. بعد السكر نضيف الزبيب. اوكي في ظل وحده كلها طبعا. بنحرك ونخليه لحد ما يتكرمل. على راحته. يتكرمل ضل حاله يتكرمل. احنا هيك خلصنا كل شيء. خلصنا. اوكي اول شيء شكرا. مرحبا. ثاني شيء نرجع لكم كمان نص ساعه لكل الطبخه تخلص وتتسبك وراح اورجيكم كيف بنحط الاكلات
بنركبها على بعض بهذا الصحن، صحن جديد مش هذا الصحن نفسه. لا لا مش هذا، مش هذا ابدا، حط في صحن عادي يعني. مش هذا، انا صلي ساعه مكيف انه فكرت هذا الصحن. خليكم معي، انا تيمور موج، شفنا المغرب. خليكم معنا بعد الفاصل. هذا البصل اللي مكرمل. كل شيء جاهز، كل شيء جاهز الحمد لله. نبلش نسكم. تفضلي لك الملعب. هذا الكسكسو اللي فورنا، اوكي. من بعد فيه القشر ديال البرتقال، زست اهو. هذا يا جماعه احنا زدنا قشر البرتقال على الكسكسو، فعشان تكونوا متابعين معي، احنا ما صورنا، الشيف قرر لحاله تحطه وتكمل طبخ لحاله. على كل حال هي الكسكس مخلوط بقشر البرتقال او الليمون. بعدين برتقال عندنا، اوكي. طيب واجد برتقال طازج ولا اخضر؟ لا طازج، اخضر يعني. عصير الليمون، ايوه اوكي. عندنا اللحم، انا مش قادر استنى، مش قادر استنى. شف استنى. طيب ماشي، هو هذا اللي انا اللي بوجع لي قلبي. هذا البصل، هذا البصل اللي مكرمل. بعد يعني بدكم ضلكم تطبخوه على النار ليصير لونه زي هيك، يصير مكرمل. كيف السكر؟ الخمس معالق سكر شو عملت بالبصل؟ خلته هيك اكثر يدبل. ايوه يا سلام، اوكي. هذا زنجلان ابيض، زنجلان السمسم، السمسم الابيض، اوكي. الزنجلان الابيض هاد، وهاد البرتقال، الليمون قصدي، انا اسف، قشر الليمون، ايوه للتزيين، كله للتزيين. هاي النهايه. شو هاد شيف؟ يعني صحن معبر جميل. هاد اختصاص مطعمنا اللي هو مطعم، أيوة. كوزين، ايوه، معروف مراكش. برافو 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 يعني. شكرا لك. ثلاث نكهات، كل نكهة مطبوخة بعدة نكهات، اللون ليموني، الريحة ليمونية. شف ولا أروع من هيك. طبعا أنا المطعم موجود فيه يا جماعة، اسمه مطعم كوزين بداخل مراكش بالمنطقة القديمة الشعبية. كيف يعني بلش بإيدي ولا بالمعلقة ولا إيش؟ كيف تحب يا شف. أوكي، أنا عشان الكسكس ناعم، كسكسو، هاخذ نفس معلقه اللحمه هاي وادوق الكسكسو لحال، مزبوط. لانه بنفعش اجربه باليد. وهي بدي احط كمان عليه كمان حبه برتقال. انت ما بتعرفي عني شيف، لما بصور انا شيف مان بجرب الاكل على طول، ما بستنى. انت فكرتني كنت اقعد على الطاوله وتحطي لي الاكل واجرب لهاي. لا انا بجرب على الكاميرا، بجرب على الكاميرا. ونقول بسم الله، نقول بسم الله ومرحبا بك. 10 من 10. أنا جربت كسكسو من قبل، بس أنا راح أعتبر حالي أول مرة جربت كسكسو، يعني أول مرة بجرب الطعم الحقيقي المضبوط للكسكسو بالمغرب. شكرا لك. البرتقال لعب دور كتير كبير، أو الليمون لعب دور كتير كبير. يعني إحنا يعني في المغرب مع الناس عندنا يعني البرتقال موجود يعني. دوق البصل كمان. البصل أدوقه مع الكسكسو ولا لحال ولا مع اللحم؟ كيف تحب اختيارك. أنا بدي أدوقه أجربه لحال. ماشي. لا بصحة ولا أنا حسرق منك الوصف مليون بالألف. أنا بدي مش عارف أنه قطعة أبلش، يعني أفكر أبلش بهاي القطعة، بس بدي أحاول أمسكها إن شاء الله تزبط معي. شايفين يا جماعة لما تطبخ اللحم على مدة طويلة وبحب بتدوب معك يعني. ها هيك يعني انه انت ناجحه. فبنحط العظم الحال، بنجيب هاي القطعه نفرطها زي هيك، بس بدي افرط اللحمه قدامكم عشان تشوفوا لون اللحمه كيف من جوا. فيش اي نوع جهد، فرطت. نقول بسم الله، بسم الله.
شكرا. هي وردي مني لإلك شيف. شكرا لك شيف تيمور. أنا فقدت أعصابي وفقدت السيطرة على مشاعري. كل يعني أنا راح أكل في راحتي. بالشفاء والهناء. شوف والهناء يا جماعة. بس 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 بس. صحتك. تأخذ معي وردي. لا. والله هاي وردي من إيدي. لا. كمان خلاص. عشاني هاي وردي لأنه أنا هاي راح أعمل فيها هيك وأحكي يا جماعة يا سلام على مراكش. شو رأيك في الخلطة؟ في النكهات. سنين باكلوا. لا سنين باكلوا ما بتوجعش على الصحن. هاي بسكر حلقة فيها. هاي أهم شيء أرضية الصحن يا جماعة لأنه فيه هو كل الصوص والزيت والنكهات والبهارات والحب والشيف والمطبخ ومراكش كلها هون. نعمل هيك. عن جد من قلبي شكرا. بيخليك يا رب. وانا الحمد لله اني عجبك والحمد لله. الحمد لله اني انا وصلتك من عمان من الاردن لهون يعني. الحمد لله انا وصلت لعندك. شكرا جزيلا. مرحبا بك. مرحبا بك في كويزين ومرحبا بك عندنا ومرحبا بك في المغرب ومرحبا بالاردنيين كمان. شوف كيف الترحيب. شوف كيف الترحيب يا جماعه. الحلقه لسه ما خلصت. راح نطلع نكمل مشوارنا اليوم بمراكش البلد القديمه. خليكم معي. احنا عم نتغدى ما خلصتش الحلقه لسه. بس وهذا هو الحلو بالأكل لأنه الأكل عالم. عشان هيك منسافر نكتشفه زي باليوم اكتشفنا الحديقة السرية بمراكش. في عنا كمان شغلات نكتشفها بهاي الرحلة. خليكم معي ببرنامج شفان المغرب. أنا تيمور موج. سلام. لا تنسوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب.